اغلب الناس هون باقليم كردستان والعراق خاصه عم يلبسوا العبايه الخليجيه. على هالاساس طرحنا فكره انه نشتغل عبايه خليجيه، والحمد لله الاقبال في اقبال كبير عليها والطلب يوم عن يوم عم يزداد. بعد تقريبا اقل من سنه اشتغلت انتقلت من عنده لعند شخص يشتغل عبايات خليجيه. ورا 3 اشهر من عنده وقف الشغل، من هنا طلعت الفكره انه افتح محل صغير على حسابي، وبلشنا من محل صغير قطعتين يعني شيء بسيط لنكمل مشوارنا.